شاهين يا صفي، شاهين يلا مفيش وقت. مش قادرة. بصي لي يا بت، بصي لي، ما تخافيش، انا مش هموت، والله ما هموت. وغلاوتي عندك فكي. مش قادرة يا حمد، مش قادرة يا حمد، مش قادرة يا حمد. قومي يا صافية، قومي قومي يا صافية، قومي. طب فكيني وتشوفي اذا كنت هروح ولا لا. يا مرارك يا صافية، يا مرارك يا صافية، يا رب يا مرارك يا صافية. قومي يا صافية، قومي يا حياتي يا ابوكي، قومي يا تابو كلتكم. يا اسف عموني، انا مش عارف عايش لد، والختمة الشريفة لو عدموا الشيخ وانيل انا عايش بعده لحظة. فكوني يا نايم. انت متأكد من اللي انت عايز تعمله ده يا حامد؟ ابو سيادتك انا اجيب، ابو سيادتك، ابو سيادتك، انا مش عارف عايش بالذنب دي. وصافية بين نارين، بيتك اللي هتفكني هتطبطب على قلبي وقلبي. اسمع يا ولد، لو جالنا الموت خلينا نموت رجالة. فكير ورحمة صابر، ورحمة صابر فكير. حاضر يا حامد. تعال يا ابو رصاد، يلا تعال تعال يا سالم. مختار تعال يا مختار. يا مرحبا يا صافية. فك على مهلك انت. فك يا رب، فك حتى من عندك يا رب. على مهلك يا حامد، يا مرحبا، على مهلك يا حامد، يا مرحبا يا صافية. وسام يا مرحبا يا صافية، يا مرارك يا استعداد. شيخ سليم، واضح للأسف إن أهل بلدك باعوك المرة دي. المهلة عدت وحامد ما جاش يسلم نفسه. أهل بلدي عمرهم ما يبيعوني. طيب بلاش أهل بلدك يا عم الوطن، حامد باعك. بقولك ايه يا خواجة بيلو؟ اسمي جنرال بيلو يا حيوان، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ده انت اللي نسيت نفسك ونسيت انت واقف فين. انا مش خايف منك، العكس انت اللي خايف. شوف وصل كل العساكر والمدافع والهيلمان بتاعك ده كله وخايف، خايف تخطي برجليك برا قلعتك اللي اهل البلد ياكلوك. ما تتخمش فيهم منهم، يعني بيضغطوا لك لما تعدي. لا دول اهل بلدي، انا عارفهم كويس قوي، هياخدوك ويجيبوك ويلففوك السبع لفات، لكن عمرهم ما هيسلموك حامد. عارف ليه؟ عشان هم عارفين ان ده ولادهم اللي هيجيب طارهم، ودي ناس تفوت حالها ومحتلها لكن ما تفوتش طارها ابدا. اهل البلد اللي انت بتقول عليهم بهايم دول هما اللي مخلينك دلوقتي خايف انك تعدمني قدامهم. الا يعملوا فيك زي النوبه اللي فاتت، فاكر ولا نسيت؟ بلاش يا شيخ سليم، بلاش. اديك دلوقتي جايبني اهو تعدمني في الدره زي الحراميه اللي انت منهم. تو على دير باين. غبي غبي انت، غبي
ايه اللي انت عملته ده؟ انت لا تصلح حتى انك تبقى قائد فرقه موسيقى عسكريه. خدوه دخلوا الزنزانه. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.